معنا من القاهرة مدير مركز الأمة للدراسات سيد محمد الأسمر. أهلا بك سيد محمد معنا على سكاي نيوز عربية. سيد محمد، إذا تساؤلات عديدة، ما إذا كان قانون الانتخابات أو تعديلات قانون الانتخابات ستمر وقبل الموعد المقرر لها، هل تعتقد النوايا تتجه إلى هذا الأمر؟ أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. بالنظر بالشكل العام في ترتيبات إصدار القرارات ومعالجتها، هي قد تأخرت كثيرا مقارنة بالحيز الزمني، ولكن الجدل الأخير حول تعديل المادة 12 تحديدا من قانون انتخاب الرئيس، وذلك بالسماح للذين يشغلون مناصب بالتقدم واعتبارهم مقالين فور تقدمهم عند فتح باب الاقتراع، توجهت بذلك المفوضية الانتخابات وعلقت عليها البعثة الأممية. هنا مثار الجدل في الموضوع أن هذا القانون صدر من الثامن من سبتمبر، وكان هناك متسعا من الوقت عندما كانت البعثة الأممية باعتبارها الطرف والشريك الأساسي والمنظم والمراقب والراعي لهذه العملية برمتها. لا ننسى أن خلافا كان دائرا منذ شهر أبريل نتيجة لعدم ضبط البعثة الأممية نفسها لنصوص خارطة الطريق فيما يتعلق بالانتخابات، حتى من ناحية التزامن للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أشار إليها أيضا المبعوث الأممي في ندائه الأخير لمجلس النواب، ذهب الكثيرون إلى أنه يجب إرجاء الانتخابات الرئاسية وإقامة تشريعية أولا. نعم. طيب سيد محمد، الضغط الدولي يعني لم يتوقف يوما، يعني منذ العام الماضي تقريبا، منذ أن بدأ كان هناك جهود دولية حقيقية في هذا الإطار. يعني ماذا لو توقف هذا الدعم الدولي أو التوافق الدولي على مسألة الانتخابات، على مسألة الشأن الداخلي؟ هل تعتقد سنرجع أو سنعود إلى المربع الأول؟ نعم، الآن كل الاحتمالات مفتوحة والأبواب مواربة لكل التيارات. لماذا؟ لأن الضغوطات الدولية في الشأن الليبي تحديدا في الفترة الأخيرة لم يتم تناغمها مع التنفيذ، بدءا من المؤسسة الدولية بعثة الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن بقراراته، إلى الدول التي تتقاطع مصالحها في الشأن الليبي وتتدخل، التي اجتمعت في برلين 1 و2 والتي تدير عديد من الملفات، منها وجود القوات. فيما يتعلق الآن بالانتخابات، إلى حد الآن هذه الضغوطات غير متناغمة مع العوائق. من يعطون ذلك هي المجموعات المسلحة ذات الأجندات المتحالفة مع الجماعات العقائدية، ولديهم مآرب أخرى بتأجيل الانتخابات. ولكن بشكل عام الضغط القائم الآن قد تم تثبيته بصدور القانونين 1 و2 بشأن انتخاب الرئيس والانتخابات التشريعية، وألا عودة في ذلك بما صرحت به الدول. حتى النداءات التي سمعناها مؤخرا، حتى مبادرة نائب رئيس المجلس الرئاسي التي تريد التمديد إلى شهر مارس، هي انطلاقها من 24 ديسمبر. نعم. سيد محمد، دعني أختم معك بهذا السؤال. نحن نتحدث عن وقت قصير جدا ستكون فيها انتخابات، وانتخابات ربما تكون رئاسية وحاسمة أيضا، لكن إلى الآن لا يوجد شخصيات حقيقية يعرفها الليبيون، يقدرها الليبيون، ربما يعرفون أجندتها أيضا. إلى أي مدى هذه مشكلة حقيقية؟ هو الحقيقة هذا الموضوع متوافق عليه في الشارع الليبي، هناك شخصيات بارزة ومعروفة يتوافق عليها الليبيون، ولكن عدم البروز بالمعنى الحقيقي للانتخابات خاصة الرئاسية سوف لن يتم الشروع بها إلا قبل أن تأذن المفوضية بمطابقتهم للشروط والمواصفات. لا يستطيع المرشحون حتى المحتملون الحديث عن برامجهم إلا بعد إعلان المفوضية لفتح باب الترشح، وقد أعلنت أنه سيتم ذلك في النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، وكذلك انطباق عليهم. عموما إلى حد الآن طلحص الأرضار الليبيين إلى 3 إلى 4 أشخاص، في مقدمتهم سيف الإسلام عمر قدافي المشير خليفة حفتر، وحديث الآن عن التعديلات لو حصلت ستقدم عبد الحميد الدبيبة، وهو منافس قوي خاصة بالإجراءات التي اتخذها. هناك من يصفها أنها خدمة وطنية فعليا في إطار مهامي، وهناك من ينظر إليها بأنها حملة دعائية مسبقة ومدفوعة من ميزانية الدولة. نعم. طيب، من القاهرة مدير مركز الأمة للدراسات سيد محمد الأسمر، شكرا جزيلا لك.